نحن الهدف أيها الأحبة من هذا التدبر أن نعود إلى الله. لماذا نتدبر القرآن؟ فقط للمعرفة أو لحب أن نزيد معلوماتنا؟ لا، لنرجع إلى الله، لننقذ أنفسنا من عذاب يوم عظيم. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا اليوم أيها الأحبة سيكون عن الهزات الأرضية والصدوع وآثارها المدمرة، وبخاصة أن هذه الظواهر بدأت تكثر. رأينا بالأمس زلزالا عنيفا في المغرب الشقيق، نسأل الله الرحمة والصبر للجميع. كذلك رأينا إعصارا مدمرا في ليبيا وبخاصة في مدينة درنا الذي أودى بحياة الآلاف، وكل من مات في هذه الكوارث هو بقدر الله وأجله مكتوب منذ أن كان جنينا في بطن أمه أيها الأحبة. لا يستطيع البشر مجتمعين أن يزيدوا في عمر إنسان ثانية واحدة ولا أن ينقصوا من عمره ثانية واحدة. إذن الأجل مقدر لكي نرضى بقضاء الله ونصبر ونعلم أن هذا من البلاء. الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الانهيار الاقتصادي، ولنبلونكم بشيء من الخوف، عدم الأمان، عدم الإحساس بالأمن، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص في الأنفس يعني تفقد ابنا، تفقد زوجة، تفقد إنسان عزيز عليك، تفقد قريبا. هذه كلها أنواع متعددة من البلاء هدفها أن تنقي المؤمن بالذنوب، لأننا كلنا سنموت أيها الأحبة وكلنا سنلقى الله عز وجل. وبالتالي فعندما تتعرض للبلاء أيها الإنسان اعلم أن هذا البلاء هو لرفع منزلتك عند الله. كيف تعلم ذلك؟ إذا قلت الحمد لله، وإذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه علامة الرضا بقضاء الله ودليل على أن الله يحبك وابتلاك ليرفع منزلتك عنده يوم القيامة. أما إذا تذمرت وكفرت وشكوت الله لعباد الله وبدأت تشكو وبدأت تترك العبادات وبدأت تتذمر، اعلم أن هذا اختبار لك، وبالنتيجة لن تأخذ إلا ما قدره الله عليك بالنتيجة يعني. لذلك أيها الأحبة هذه الهزات الأرضية والصدوع حقيقة ذكرت في القرآن، وهناك هزة عنيفة سنعيشها جميعا يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، علميا أيها الأحبة كلما نزلنا إلى باطن الأرض تزداد كثافة المادة، يعني الأرض في الباطن أثقل من السطح. لذلك قال وأخرجت الأرض أثقالها، ثقيلة، مواد ثقيلة جدا تخرج. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. في آية أخرى الله تعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يخاطب الله الناس جميعا أن هناك زلزلة ستكون يوم القيامة، وبالتالي كلنا سنتعرض لهذه الهزة القوية.
الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر أنه سيدك الأرض دكا، وأن الأرض سترج رجا، كلها أحداث سنعيشها أيها الأحبة. هنا على الأرض نحن لم نرى شيئا، أنت هنا على الأرض إذا تعرضت لا سمح الله لزلزال، آخر أقصى ما تتخيله هو الموت وانتهى الأمر بالنسبة للدنيا يعني، ولكن في الآخرة ليس هناك موت، هناك عذاب وتحمل وشدائد وأهوال، وليس هناك موت، وليس هناك مهرب، وليس هناك مفر، يعني الموقف سيكون صعب جدا. القرآن أيها الأحبة يؤكد أن الأرض ذات صدع، أي أن هناك شقا يقسم سطحها إلى أشياء. هذا ما وجده العلماء في العصر الحديث، وجدوا أن الكرة الأرضية عبارة عن مجموعة من الشقوق يسمونها الصدوع الأرضية. عندما ننظر لهذه الكرة الأرضية من الخارج نراها كرة زرقاء بديعة، معروفة الصور الموجودة للأرض، ولكن في حقيقة الأمر أن هذه الأرض مليئة بالتصدعات، هي ألواح أيها الأحبة، وهذه الألواح تقترب وتبتعد، وهناك لوح ينزلق تحت لوح أيضا، هناك انزلاقات هكذا، وهناك تصادم، وهناك تباعد، وهناك حركة عكسية هكذا. كل هذه الحركات موجودة على الأرض هي التي تسبب الزلازل والتسونامي والهزات الأرضية والانهيارات أو الانزلاقات الترابية أو الأرضية. في الماضي كان يظن أن الزلازل تقتصر على أجزاء معينة من الأرض، ولكن بعد تطور أجهزة القياس تبين أن جميع أجزاء الأرض تعاني من اهتزازات وتصدعات. إذن أنا الآن هناك هزات، الأرض تهتز ولكن لا نشعر بها من رحمة الله. الفيلة والضفادع والعصافير، بعض أنواع الطيور أو ربما كلها، تستطيع أن ترصد الذبذبات المنخفضة التي تطلقها الأرض باستمرار، وقبل الزلزال بدقائق أو ساعات فإن الأرض تصدر ترددات صوتية عنيفة جدا ولكن لا نسمعها. من يسمعها؟ هذه الكائنات سبحان الله، فتهرب. تصور أخي الحبيب أن الضفدع الصغير الذي خلقه الله قبل الزلزال بوقت ساعة ساعتين يهرب من المنطقة التي سيقع فيها الزلزال، وكل أجهزة الدنيا حتى الآن وكل التكنولوجيا عجزت أن تعرف السر، كيف يستطيع هذا الضفدع أن يسمع صوت الزلزال قبل وقوعه بساعات. رأيت أيها الإنسان كم أنت ضعيف. تصور كل هذه التكنولوجيا وصلوا للفضاء واخترعوا الذكاء الصناعي وغير ذلك، على الرغم من ذلك حتى الآن لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالزلزال قبل وقوعه، يأتي فجأة، مما يدل على أن هذه الكائنات مثل الضفادع تمتلك قدرات وأجهزة متطورة أكثر من التي وصل إليها البشر. لذلك قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وقال أيضا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله، على الرغم من ذلك نجد الكثير من الإلحاد والبعد عن الله والمعاصي، نسأل الله الهداية للجميع. انظروا أيها الأحبة، الزلزال يحدث عادة
الأرض كما قلنا كرتنا الأرضية، وهذه الصورة لها هنا تقريبا، هذه قشرة الأرض، وهنا يوجد طبقات ملتهبة تحتها أيها الأحبة، ولكن هذه القشرة فيها صدع، انظر هنا صدع. هذه الشقوق تقسم القشرة الأرضية وما تحتها من غلاف صخري إلى ألواح، اللوح الأفريقي، اللوح العربي، اللوح الآسيوي، اللوح الكذا وهكذا. هذه الألواح كما قلت لكم، تخيل معي أن هذه هي الأرض، أرضنا، وهذه الألواح هنا تغلف الأرض. الألواح إذا تحرك لوح مثلا متر يعني كم المتر، يعني هكذا، تصور أنه يحدث زلزالا يقتل آلاف البشر، متر واحد فقط يتحرك هكذا أو هكذا، أو ينزلق أو يعني قلنا حركات متنوعة. الزلزال الذي حصل في المغرب أيها الأحبة هو حركة لهذا اللوح لمتر أو أكثر بقليل أو ربما أقل، أحدث كل هذا الدمار وكل هذا الرعب. سبحان الله. طيب هنا أنا لدي آية في القرآن، الله يقول فيها والأرض ذات الصدع، يقسم بأن هذه الأرض متصدعة وأننا سنعاني من هذه التصدعات وأننا سنبتلى. لذلك أيها الأحبة ينبغي علينا أن نصبر، ينبغي علينا أن نعلم أن هذا بلاء من الله، وأن الإنسان الذي يموت في مثل هذا البلاء صابرا محتسبا مؤمنا بالله سيكون له منزلة الشهداء. إذن هو الآن أفضل مما نحن عليه اليوم. هذا الإنسان الذي مات، إذا مات على الإيمان والتوحيد، ثق تماما أنه الآن فرح. طيب الشهداء ماذا قال الله عنهم؟ يقول تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذن الآن هذا الإنسان الذي مات، كما قلت لكم الشرط أن يكون على الإيمان، ومات وهو صابر محتسب مؤمن بالله، إذن هو فرحين بما آتاهم الله من فضله، إذن هم يرزقون وهم أحياء وفرحين. إذن ماذا يريد من هذا الشقاء والتعب الذي نعيشه اليوم؟ فإذن أخي الحبيب، هذا يدعوني أنا ويدعوك أن تعود للإيمان بسرعة، لأنك في أي لحظة يمكن أن تفقد حياتك على فكرة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والإنسان في كل لحظة معرض للموت. يعني هذا الزلزال لا يتطلب أكثر من دقائق قليلة حتى يحدث عدد هائل من القتلى والإصابات وغير ذلك والدمار. يعني يمكن أن تكون دقيقة تفصلك عن الموت، فلذلك أسرع للإيمان، للعمل الصالح، أصلح ما بينك وبين الناس، بر الوالدين، الصبر، الصدقة، الصيام، أي عمل يقربك إلى الله ويحبه الله، الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله، بر الوالدين. أسرع لتكون إذا مت تموت شهيدا وتكون فرحا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة انظر معي إلى هذه الصياغة وهذه الصفة للأرض بأنها ذات صدع، والأرض ذات الصدع. هذه الحقيقة التي
يعني أصبحت حقيقة ثابتة القرآن حدثنا عنها قبل 14 قرنا. طب هذا إعجاز علمي واضح، ولولا شبكة الصدوع لكان عدد الهزات الأرضية أضعاف مضاعفة، ولكنها رحمة الله تعالى. يعني هذه الصدوع أيها الأحبة تعطي مجالا للقشرة الأرضية أن تصبح مرنة، لأنها لو كانت كتلة واحدة قشرة الأرضية وداخل الأرض ملتهب، طبعا نحن نعلم أن الأرض ملتهبة باطن الأرض، هذه الغازات وهذه النيران وهذه الحرارة وهذه التيارات الحرارية وهذه الضغوط الهائلة في باطن أين ستذهب؟ هذه الصدوع هي مثل صمامات أمان تتنفس من خلالها الأرض، وإلا لولا هذه الصدوع الحرارة الزائدة داخل الأرض المحبوسة ستدمر القشرة الأرضية وتفني الحياة على ظهرها. لذلك يعني هذا إعجاز علمي واضح أيها الأحبة. طبعا نظرية تصدع القشرة الأرضية بدأت منذ مطلع القرن العشرين فقط، يعني قبل 100 سنة تقريبا بدأ العلماء يلاحظون، أما عبر 14 قرنا لا أحد يعلم شيئا عن ذلك، ولا أحد يعلم أن طبقات الأرض حرارتها تبلغ آلاف الدرجات المئوية وتبث إشعاعا عظيما وتولد ضغوطا كبيرة وتحرك الحمم المنصهرة في داخلها حركة دائمة، لذلك البراكين أيضا تتدفق من هذه الطبقات، الطبقة الثالثة والرابعة من طبقات الأرض. طيب يعني بالله عليكم أيها الأحبة مثل هذا المشهد يعني كيف وصفه القرآن لنا؟ هل هو عبثا أم أنه كتاب علم؟ ما الذي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة؟ هذه الآية مكية، والأرض ذات الصدع سورة الطارق. ما الذي يدعوه وهو في مكة أن يقسم بهذه الأرض ذات الصدع؟ حقيقة علمية نراها اليوم، سبحان الله، أنظر هذا الصدع أتوقع في جزر هاواي. هذا هناك حمم منصهرة في الصدع الموجود بمنطقة مونالو خلال عام 1950. هذه المنطقة هي الأكثر نشاطا في العالم. طبعا هنا أيها الأحبة التصدعات المستمرة في القشرة الأرضية تولد هذه الحمم المنصهرة، والتي معظمها أين ينطلق؟ من أعماق البحار، فيلهب قاع البحر، يلهب الماء، يجعل الماء مسجر مشتعل. إذا معظم الزلازل والبراكين في قاع البحار وليس على الأرض، هذا من رحمة الله. وهنا أقسم الله سبحانه وتعالى قال والبحر المسجور، أي الملتهب، إن عذاب ربك لواقع، أي أنك كما ترى أيها الإنسان هذا البحر وهذه الحمم المنصهرة ذات درجات حرارة عالية أكثر من 1000 درجة مئوية تلهب ماء البحر وتسجره وتشعله وترفع حرارته، كذلك عذابه، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، احذر عذاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أيها الأحبة هنا سؤال، يعني معظم الزلازل والبراكين والهزات الأرضية نجدها في قيعان المحيطات لا نراها، وهذا من رحمة الله بنا أنه لم يصبنا إلا بالشيء القليل، فقط لنعتبر ونحذر ونعود إلى الله. أيها الأحبة، جميع بحار الدنيا في قاعها براكين نشطة تسجر الماء، يغلي تحرق الماء، وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا المنظر متوازنا، الماء لا يستطيع إطفاء النار والنار لا تستطيع تبخير الماء. هذه النيران يعني نحن نراها اليوم ونكتشفها
سوف يأتي يوم القيامة لتزداد ضراوة، لتسجر وتحرق ماء البحر، وهذا ما نجده في قوله تعالى: وإذا البحار سجرت، أي اشتعلت، هذا يوم القيامة. إذن نحن سنعيش زلزلة عظيمة يوم القيامة كلنا، وسنعيش أو سنرى بحارا تشتعل أمامنا يوم القيامة. ولكن الله يقول هنا، انتبه معي: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. إذن أنا عندما أعلم هذه المعلومات، وأعلم أن أمامي نار جهنم وأمامي زلزلة عظيمة وهي قريبة، إذن أسارع للتوبة إلى الله. نحن الهدف أيها الأحبة من هذا التدبر أن نعود إلى الله. لماذا نتدبر القرآن؟ فقط للمعرفة أو لحب أن نزيد معلوماتنا؟ لا، لنرجع إلى الله، لننقذ أنفسنا من عذاب يوم عظيم. الحمم طبعا التي تتدفق من قاع المحيطات تشكل جزر بركانية، وهذه الجزر البركانية تكون ذات تربة خصبة جدا، كما نرى في جزر هاواي وغيرها، كلها جزر بركانية تشكلت عبر تدفق هذه الحمم والحجارة الملتهبة، وتبردت حتى وصلت إلى سطح الماء وشكلت هذه الجزر. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نجد أن القرآن يحدثنا عن هذه الحقيقة: وإذا البحار وإذا الجبال سيرت، وفي آية أخرى: وتسير الجبال سيرا. إذن حركة الألواح الأرضية التي نراها اليوم، اللوح يتحرك متر مترين عشرة أمتار كحد أقصى، يعني افترض 20 متر، يعني ماذا تساوي 20 متر قياسا لمساحة هذا اللوح الذي يمتد لآلاف الكيلومترات؟ ولا شيء، 10 متر. فهذه الحركة سنراها يوم القيامة أيضا. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ وإذا الجبال سيرت، لأن هذه الجبال تقع غالبا على أحرف الألواح الأرضية هنا، هذا لوح وهذا لوح، عندما يتم التصادم عبر ملايين السنين يتشكل هنا، تتشكل السلاسل الجبلية. هذه الجبال سنراها تمشي وتسير. إذن أيها الأحبة، يوم القيامة سوف نرى الجبال تسير ونرى البحار تسجر، وبالتالي لا نملك إلا أن نعود إلى الله ونبادر بالأعمال الصالحة ونرجع إلى الله عز وجل ونستعد للقاء الله. يجب أن تكون حياتك كلها استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى. في نهاية هذا البحث أيها الأحبة، أدعو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.